ليش في ممانعه للتقدم العلمي في سوريا؟ النظام في سوريا اقرب ما يكون الى نظام عصابه مافيا فعلا بكل معنى الكلمه. هناك انا برايي نظام ابتلع الدوله في سوريا لانه ابتلع مؤسسات الدوله. هل هناك مبرر لتلك التخوفات بالنسبه للمسيحيين من قدوم حكم ديني سلفي؟ استمراريه الحكم تقتضي كان هالنوعيه الطائفيه بالتصرف بدون ما نقول عن حالنا طائفيين. الوطن والكرامه يمكن كلك مرتبطين ببعض، ما ممكن يعني الواحد يفصل ما بين انه اذا هاد وطني كرامتي مصانتي. الطريق الى دمشق مع العالم النووي الياس ورده ياتيكم في الاوقات التاليه على اورينت نيوز.